أجرى محافظ الأنبار علي فرحان برفقة وزير الصحة صالح الحسناوي جولة تفقدية لمستشفيي الفلوجة والرمادي. نعم، كما افتتح الجانبان خلال زيارتهما قسم الحروق النموذجي في مستشفى الفلوجة ووقف على أبرز الاحتياجات للمستشفيين. وفي الوقت الذي ثمن فيه محافظ الأنبار علي فرحان زيارة وزير الصحة، أكد الأخير أن تطوير القطاع الصحي من أولويات المنهاج الوزاري لحكومة السوداني. لنا الشرف اليوم بزيارة معالي وزير الصحة، وهي الزيارة الأولى لمحافظة الأنبار منذ تسلمه الحكومة الجديدة. هذه الزيارة حقيقة تخللتها عدة سلسلة من افتتاح عدد من المؤسسات الصحية. ابتدأنا بمركز الجروح في الفلوجة، ثم زيارة المستشفى ردهات، وأيضا صالات القلب المفتوح، واطلع حقيقة بشكل مفصل على الأجهزة، تفاصيل الأجهزة، أيضا الكوادر، واستمع بشكل دقيق على معاناة المرضى بما احتياجات أيضا الكوادر الطبية بشكل عام. ثم أيضا التقى بالكوادر الطبية، وأيضا زيارة لمستشفى الرمادي النموذجي أو الرمادي الكبير في محافظة الأنبار، وأيضا طلع على ميدانيا على إجراءات الشركة المنفذة لتأهيل المستشفى بشكل كامل. تشرفنا اليوم بزيارة محافظة الأنبار، ومثل ما تعرفون حضراتكم هي ضمن البرنامج الحكومي وضمن توجهات الحكومة الجديدة بالعمل المشترك بين الحكومات المحلية والحكومات الاتحادية وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني المحترم. وكان لنا لقاء مع السيد المحافظ، تحدثنا حول الواقع الصحي في المحافظة وإمكانية التعاون لتطوير هذا الواقع الصحي، أيضا مع الملاكات الطبية والملاكات الصحية والتمريضية. حقيقة الحكومة المحلية في الأنبار متمثلة بالسيد المحافظ، هناك دعم كبير لهذه الدائرة، يتمثل في البنية التحتية، في التجهيزات الطبية، في الأمور العاجلة.